مرحبا مرحبا يا رمضان يا رمضان يا الأسرة المصغرة هي فقط المسلمين. نعم، يعني طول شهر رمضان بنكون مع بعض، والمساجد بتكون طبعا مليانة. البيت بأكمله من ديانات أخرى. من ديانات أخرى بوتوبوتو، دي طبعا الناس بتفطر بوتوبوتو. اه بوتوبوتو، بحب اللي هو التعاون ما بين الديانات. يعني ما عندناش حاجة اسمها أنت مسيحي أنت مسلم أنت بعيد عني وأنا بعيد عنك، لا ما فيش الكلام ده. بندو وفوفو كوانجا مأكولات ومشروبات متعددة داخل دولة الكونغو الديمقراطي بيتم تناولها باستمرار خلال شهر رمضان الكريم. من خلال حلقتنا النهارده، من خلال ضيفتنا المشرفانه هيفاء او بامبا، هتحكي لنا اكتر عن الطقوس الرمضانيه داخل دوله الكونغو الديمقراطيه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وحضرتك طيبه، الله اكرم. بامبا، بيمبا. اسم بيمبا، اسمك بيمبا. ايوه، ايه بقى يعني ايه بيمبا؟ احكي لنا عن ايه بيمبا. بيمبا يعني حاجه حلوه من جوه، حاجه صافيه من جوه، معنى الاسم. دي اسم مشهور عندكم في الكونغو؟ ايوه، اسم مشهور في بعض القبائل مش كله، في بعض القبائل. طيب اختك اسمها ايه؟ الاخت اسمها عائشه. عائشه، مش بيمبا يعني، مش اسم مش اسم الكونغو خالص. لا مش بيمبا. طيب يا بيمبا، احكي لنا كده عن رمضان، يعني شعب الكونغو الديمقراطي ازاي بيستقبل الشهر الكريم؟ تمام، هو طبعا كرمضان احنا عارفين اللي هو شهر رحمة، شهر فيها ذكر كتير لربنا وكده. فالدولة الكونغولية اول حاجة هي دولة مسيحية، العدد المسلمين فيه قليل جدا، يعني تقريبا 10%. فتلاقي شهر رمضان ده هتلاقي قد ايه في مسلمين كتير قوي في كونغو. ليه بقى؟ هتلاقي المساجد مليانه، شباب كتير قوي بيروحوا يفطروا طبعا في رمضان، عشان الاهالي بتكون معظمهم مسيحيين، فواحد مثلا دخل الاسلام لا يروح يفطر في المسجد احسن. بتدور على مسلمين على قد ما تقدر عشان تقعد معاهم تكمل الشهر معاهم. احنا كعائلات مثلا، كعائله كلنا مسلمين في البيت مثلا في كونغو الديمقراطيه، لا بنعزم الناس اللي ايه اللي مسلمين من بره، بنحاول قد ما نقدر نجيب عدد معين كبير من الشباب ونخليهم يجوا يفطروا عندنا كل يوم في شهر رمضان، والمساجد بتكون طبعا مليانه. بنفطر سوا، بنسحر سوا، يعني طول شهر رمضان بنكون مع بعض عشان عدد المسلمين قليل جدا. طيب يا بنبا، احكي لنا كده عن، يعني احنا عندنا في رمضان بنستعد باشكال او بطقوس مصريه ازليه، من خلال ان احنا بقى بنفرح ونزين الشوارع والفوانيس، بنجهز المأكولات الخاصه بينا. احكي لنا كده عن اشهر المأكولات اللي موجوده في الكونغو واللي بيتفق عليها كافه القبائل. يعني عدد القبائل عندكم قد ايه؟ عدد القبائل تقريبا اكتر من 100. اكثر من 100؟ نعم. هل كل القبائل بتتفق على اكله معينه ولا بيختلف؟ طبعا بيختلف، كمان بيختلف جدا على حسب المنطقه وعلى حسب المحافظه بتاعتها. فيعني الحاجات المشهوره كعندنا زي بوتوبوتو، دي طبعا الناس بتفطر بوتوبوتو. بوتوبوتو الناس طبعا بتفطر بيها، هي عباره عن مثلا رز مطحون مع لبن او بسبوسه مع لبن، بتتشرب كده بتكون حاجه حلوه. دي الحاجه تفطروا بسبوسه؟ بالظبط، بسبوسه مع لبن. وعندنا برضو الزلابيه، عندنا اسمه ميكاتي. ميكاتي، ميكاتي الزلابيه بتاعتنا بقى غير بتاعت المصريه شويه، مش بتكون مسكره قوي زي بتاعت المصريه، بتكون بين البنين، بتكون عامله زي الجاتو كده المدور كده الصغير كده. دي برضو حاجه ميكاتي اسمها. دي حاجه بقى اللي هي فعلا مشهوره، اللي ممكن تتفق عليها جميع القبائل او بعض معظم القبائل. طيب انت قلت لنا الزلابيه والبسبوسه، يعني دي اكله بيتم تناولها كفطار كبدايه مع الاذان، ولا دي خلاص كده يعني دي بنقعد معانا لحد السحور؟ لا دي بدايه، ده بدايه بس. كان احنا عندنا بنفطر بالبلح، انتوا بتفطروا بالزلابيه؟ في برضه اسمها زلابيه. الزلابيه اسمها ميكاتي. ميكاتي. طيب قولي لنا العصاير، اشهر عصير بيتم تناوله. العصاير لا ما عندناش عصاير فعلا مهمه، يعني مثلا لو قلنا العصاير طبعا الطم كده، بس عشان احنا كدوله طبعا بعيده قوي عن العرب ودوله مسيحيه، فالحاجات دي بتستورد من بره للاسف. يعني حتى البلح، بلح ممكن تلاقي يعني مش كتير قوي برضو بتيجي من بره. يعني ما فيش مشروب معين يمثل طقوس الدوله؟ لا لا، هي بوتوبوتو بس وانواعها بس، غير كده لا. المشروبات اللي هي بوتوبوتو كوتوكوتو بوتوبوتو 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 ده مشروب؟ مشروب. طيب عايزين نتكلم اكتر عن عندكم زينه وعندكم فوانيس، ولا ما فيش عشان خاطر عدد المسلمين؟ ممكن داخل الشقه بتاعتك، داخل الفيلا بتاعتك تحطي الحاجات دي.
في الشارع لو انت عندك امكانيه بقى تحطي في الشارع. بس طبعا مش 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 بنستعد يعني، الناس مش بتستعد قوي كده زي ما قلت لك ان الدوله ما لهاش علاقه بالحاجه دي، فهي مش يعني الشارع بيكون عادي جدا، الشارع بيكون عادي جدا، انت بس الاجواء عندك هي اللي بتتغير عندك في البيت. لا البيت بقى بيكون منور بقى، وتلاقي اي حد عايز يجي، حتى المسيح عايز يجي ياكل يعني، تلاقي الناس كلها عايزه تيجي تخش يعني. بس هو الاجواء عندك بس بتكون متغيره، في الشارع لا الدنيا بتكون هاديه وعادي جدا. بالنسبه لان دوله تكون ديمقراطي دوله يعني قلت ان هي نسبه المسلمين اقليه، نعم، عايز اعرف كيفيه التعامل مع الديانات الاخرى، هل بيبقى في تعاون؟ بيشاركوكوا مثلا في تحضير الشنط الرمضانيه، في الفطار، في السحور، في التناول، بيجي يفطروا معاكم، في التهنئات؟ احلى حاجه اللي انا بحبها في دوله الكونغو فعلا اللي هي دولتي، بحب اللي هو التعاون ما بين الديانات. يعني ما عندهاش حاجه اسمها انت مسيحي انت مسلم انت بعيد عني وانا بعيد عنك، لا ما فيش الكلام ده. في تعامل، في احترام، بيفهموا شهر رمضان، بيعرفوا المسيحيين بيفهموا ان هم كده هم بيصوموا، هم في شهر رمضان لازم نراعي كده شويه، لازم نراعي كده شويه، بيكون في مراعاه ما بين الناس. الفطار مثلا ممكن حد مسيحي يجي زي ما قلت لك، لا الناس المسيحيين بتكون عايزين حد عايزين برده يخشوا يقعدوا معاكم، لا بيكون في تعامل. ما عندناش مشكله الاختلافات قوي دي في الديانه حتى في الايام العاديه، بس اكتر شهر رمضان فعلا ده اكتر شهر ان انت هتعرفي فيه في مسلمين، اللي يعني حتى ممكن انا ما اعرفش ان جارتي دي مسلمه، بس شهر رمضان هعرف ان هي مسلمه. طيب عايز اسالك على حاجه، في حد في البيت عندك من ديانه اخرى؟ نعم، عندي العائله عندي طبعا ما عدا بابا وماما، طبعا هم مسلمين، دخلوا الاسلام ان هم صغيرين. اما العائلات عندي كجدتي كجدي خالاتي كده عماتي كلهم لا مسيحيين للاسف، يعني مسيحيين. يعني بيتكم المصغر هو فقط الاسره المصغره هي فقط المسلمين؟ نعم. أيوة. البيت باكمله من ديانات اخرى؟ من ديانات اخرى، بس كلهم طبعا في البلد طبعا. مفيش حد موجود معاكم هنا في مصر؟ لا في مثلا كان خالي كان موجود هنا برضو كان مسيحي وكده، بس كان تعامل كان عادي جدا وكان في احترام جدا ما بيننا يعني. طب وليه في رمضان بتعملوا ايه يعني هناك، بيتعاملوا ازاي في البيت في الكونغو؟ في رمضان في الكونغو هناك التعامل بيبقى عادي جدا يعني، ما فيش تغيير قوي، بس اللي هو ايه بيكون مثلا كعيله مسلمه، لو انتوا عيله مسلمه لا بيكون بقى في صلاه. لا البيت يعني بيتكم انتوا بتقولي باباكي ومامتك واختك، يعني بيتكم المصغر فقط المسلمين؟ قصدك احنا باقي يعني افراد هنا؟ العيله كلها من ديانه اخرى. تمام. كيفيه التعامل في شهر رمضان الكريم يعني ايه؟ خلانك خالاتك بيشاركوكي؟ مثلا انا خالي طبعا ده كان موقف حصل في البيت، كان اول يوم رمضان وهو كان لسه جديد طبعا جاي مصر جديد، فاحنا اول يوم رمضان فانا بعمل له الفطار بتاعه، بحط له الفطار اساسا هو مسيحي يعني مش مالوش دعوه، بحط له الفطار اللي هو احترام. بكل احترام بحط له الفطار، بحط له اللبن كل حاجه. قال لي طب انتوا مش هتاكلوا؟ قلت له احنا صايمين. من ساعتها لحد النهارده بيصوم، هو بيصوم من ساعتها لحد النهارده بيصوم. بيقول ايه ده؟ اذا كان شهر باكمله ولا بيصوم الشهر كله معانا 30 يوم كله معانا، بيجي يفطر عندنا كل يوم. لا عيال اختي بيفطروا صغيرين بيصوموا وبيفطروا. لا انا ما ينفعش، انا برضه لازم اصوم. من ساعتها بقى يصوم معانا عشان بس اللي هو يشجعنا، فاهمه بمعنى اصح يعني. بيصوم صيام كامل ولا هو احتراما امامك؟ احتراما امامنا احتراما، لكن لو هو بره بياكل عادي؟ ما والله ما اعرفش دي بينه وبين نفسه، بس اللي انا كنت بشوفه لا هو كان بيصوم. بيصوم؟ نعم. طيب عندكم سحراتي؟ لا ما عندناش مسحراتي للاسف. لا مفيش مسحرات. لا مفيش مسحراتي. طيب الناس هناك بتتعامل ازاي، بتصحى ازاي في رمضان؟ مثلا احنا عندنا بيعتمد على الهواتف فقط ولا؟ نعم بيعتمد على الهواتف. لو ولا انت حد مثلا من افراد العيله بيتطوع ويروح يصحي لا ما انت لا انت مثلا لو كشاب مثلا او مثلا كبنت ما اهلي كلهم مسيحيين خلاص يعني انت بتحطي منبه وتصحي وتصلي. اما لو انتوا لو عيله مسلمه لا باول واحد يصحى يصحي الباقيين كلهم على طول. طيب بيكون في تعامل كده جماعي، بيكون في جماعي اكتر. بتتكلمي عربي كويس؟ بتكلم عربي كويس. عايشة في القاهرة بقالك سنين؟ مولودة هنا في مصر. مولودة في مصر؟ نعم. طيب قولي لي في مصر هنا في البيت بتتعاملوا ازاي في رمضان؟ يعني هل حاسة بغربة ولا خلاص يعني متعودة؟ الأكل والشرب يعني هل كل الأكل والشرب اللي موجود في مصر هو القريب من الكونغو ولا في اختلاف؟
في اختلاف، بس لو انا عايز اعمل الاكل بتاع بلدنا لا هلاقي المكونات اللي انا اعرف اعمل بيها في موجود يعني. أوه. بس طريقة الاعداد مختلفة. طريقة الاعداد مختلفة. آه الاجواء بتكون عاملة ازاي؟ اللي هو طبعا داخلين الشهر فرحانين جدا، تغيير هيحصل، تغيير آه تماما، الاكل هيتغير على طول. هنسيب بقى الاكل بقى اللي هو بتاع البلد بتاعتنا، اصل احنا الايام العادية ممكن ناكل الاكل بتاع الدولة بتاعتنا، بس لما نخش رمضان لا عايزين نغير في الاكل بقى، عايزين نغير، عايزين ناكل مصري كتير، عايزين نعمل كده. التعامل ما بيننا بيكون فيه رحمه موده بطريقه فظيعه جدا، اللي هو دي راجعه مش عارفه، حتى لو راجعه من الجامعه، حتى لو راجعه من الشغل، لا لازم نعمل، لازم لازم بيكون فيه تعامل كده، مش هو زي الايام العاديه. بتحس ان لا في فرق في شهر رمضان في البيت. بتنزلي بقى تصلي صلاه التراويح هنا؟ اه طبعا تنزلي تصلي. اه طيب هناك في الكونغو بتروحي تصلي في المسجد؟ اه في اه في يعني في سيدات بيروحوا، في سيدات بتروح. عدد المساجد عندكم اقليه؟ اقليه جدا جدا، عشان يعني هو لا يتعدى 10% المسلمين بالظبط. يعني نقول ان رمضان بشكل مبسط في الكونغو، بشكل مبسط هنا في مصر لا بشكل اكبر. عدد في عدد كبير هنا من الكونغو في مصر؟ لا ما فيش عدد كبير، هو في عدد اه معقول بس مش كبير زي الدول التانية. مش كلهم برضو مسلمين بمعنى اصح، يعني احنا حتى هنا نفس الحاجه، انا عارف ان في حد من دوله الكونغو مسلم اعزمه اخليه يجي يفطر عندنا، خليه كل مثلا كل في الاسبوع مرتين ثلاثه يجي يفطر عندنا كده. طيب عايزه اسال على حاجه، يعني عايزه اعرف منك اكتر في العشر الاواخر الكونغو ازاي بيحتفل؟ في دول، بعض الدول بتحتفل العشر الاوائل بشكل معين والوسط والعشر الاواخر. طبعا العشر الاواخر زي طبعا انت بتبقى تجهيزات كتير قوي، تجهيزات البيت عشان العيد، تجهيزات اللي تروحي تنزلي تجيبي اللبس مش عارفه ايه، نفس هناك نفس اللي هنا، مفيش اختلاف بين مصر. مفيش اختلاف. كمان صلاه التحجب بنتمسك قوي بيها زي هناك، هناك برضه بيتمسكوا قوي بصلاه التحجد. يعني ممكن اقول لك هنا المصريين صلاه التحجد مش قوي، مش قوي يعني، بس هناك في البلد لا بيتمسكوا قوي جدا. في دروس دينيه وتفسير قرانيه هناك في البلد؟ طبعا دلوقتي بقى في كتير بكثره بيهتموا. طبعا هنا بيكون في خريجين هنا من الازهر بيروحوا هناك ويدرسوا. شكرا ليكي، شرفتينا يا بامبا ونورتينا في جريده الوف. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه. امين امين. مرحبا مرحبا يا رمضان يا رمضان.